لله الفكرة كانت من أيامات الوالد الله يرحمه، لأن في عهد الوالد الله يرحمه كان ديما كيشجع الكرة القدم وكيشجع الرياضة في المدينة القديمة، وأي واحد طرق الباب ديالو إلا وكان كيعطيه التونيات. وبقات الفكرة كذلك ملي لعبت أنا في فريق الوداد شبان ومارست مع زاكي ومع أبو دربالة ومع الأسماء الكبيرة العربية حردان كفريق الشبان، وكنت أصبت بتوعك ليكساكسيون ديليبول وجريت عملية جراحية، وهذاك الحب ديال الرياضة بقى كيكبر بشوية بشوية. فدرنا واحد الفريق، من بعد ولات جمعية اللي كانت كتضم 100 طفل، وكتعرفوا بأن المدينة القديمة والعنق كانت كتضم أكثر من 12 ولا 14 ملعب اللي انقرضات. والحمد لله من بعد جات الفكرة مع عمالة الدار البيضاء والسيد العامل السفير آنذاك اللي ولا والي، باش عطاونا هذه الأرضية اللي كانت أولا ترابية، ومن بعد درنا كما كتشوفوا عصف صناعي. وهذه 7 سنين الحمد لله اللي كنبدلوا الأرضية نظرا للضغط ونظرا لأكثر الأطفال، لأن الحمد لله المدرسة كتضم أكثر من 600 طفل. والحمد لله النادي بدا كيتعرف لا وطنيا لا دوليا نظرا للدوريات اللي كنشاركوا فيها داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الفريق الوحيد اللي وصل للصين الشعبيه وشارك في دوري هو نادي رحال. شاركنا قبل الكوفيد في 2019 في الولايات المتحده الامريكيه ميامي وفزنا باللقب. شاركنا في فرنسا، في الجزائر، في اسبانيا، السويد، الحمد لله 4 قارات. بقى لنا استراليا العام الجاي نمشيو ليها ان شاء الله. فهذه هي الفكره. الملعب كتشوفوا الحمد لله رغم الصغار ديال الحجم ديالو ورغم قله التدريب فالوليدات ديالنا كيحققوا نتائج ممتازه. كتشوفوا الاستوديو دابا اللي درناه الحمد لله ما كيتوفرش عند فرق اخرى، هو درناه باش ناخذ باش الدراري كما كنتابعهم في الدراسه ديالهم في القرايه ديالهم غادي نتابعهم حتى من ناحيه التكوين، كيفاش يوقفوا قدام الكاميرا، كيفاش يهضروا، كيفاش يتكلموا مع الصحافه. وهذه جديده لان احنا الهدف ديالنا ماشي هو تكوين الوليدات رياضيا فقط، وانما تكوينهم كشخص يكون نافع للبلاد ديالو، نافع للاسره ديالو، نافع للوطن ديالو، لان ماشي كل شيء غادي يلعب الكره، نسبه قليله اللي غادي يلعبوا الكره، ولكن احنا كنحاولوا ناطروهم اخلاقيا اولا باش يكونوا وطنيا، يكون عندهم واحد التعلق بالبلاد ديالهم، حب البلاد ديالهم، وكذلك دراسيا كنتابعوهم. هذا النادي اللي ولا عنده واحد الصيت الحمد لله فضل ديال العمل ومجهودات ديال مجموعه ديال الاشخاص المتداخلين في هذا النادي. اول حاجه النادي فيه مدرسه وفيه فرق اللي كتشارك على صعيد العصبه ديال الدار البيضاء. مدرسه فيها حوالي 500 طفل اللي كتشارك في عندها 4 حصص في الاسبوع اللي غير كما كنقولوا الوزير. وعندنا الفئات اللي كتلعب على صعيد العصبه ولا صعيد الجهوي انا بريسك 8 ديال الفئات. والمدرسه دايرينها بالمجان، هذه المساله مهمه بالمجان. وكتعرفوا حنا كره القدم شكون اللي كيلعبها، الطبقه اللي ما عندهمش هذه، وحنا من ضمنهم. كيفاش انا بديت الكره؟ بديت منها بحال هذه الملاعب، ملاعب ديال القرب احياء، ولكن الحمد لله دابا في حله جديده بلي مويا اللي هما كتشوفهم قبالتكم في المستوى الكبير. من بعد هذه المدرسه اللي كما قلت لك فيها 500 طفل، منها كنقوموا بانتقاء احسن لاعبين واجود لاعبين اللي كنطعبوا من فئات اللي كتشارك على صعيد العصبه ديال الدار البيضاء او صعيد الفريق اللي كتشارك على الوطني. المشاركات ديالنا على صعيد العصبه ديال الدار البيضاء عندنا جميع الفئات، عندنا ميني جونيور سينيور كادي جونيور كادي ميني بريميني بنجامان ليكول. عندنا مجموعه ديال الاطر اللي كلها مكونه على صعيد الجامعه المغربيه لكره القدم. يمكن شي واحد يلعب كره نقول له تكون معنا مدرب، لا، ضروري خصو يدوز ويكون عنده لي ديبلوم ديالو. وهذا الشيء باش الميزه ديال هذا النادي انه نادي مقنن، هو صغير فاتح يلا بادي، ولكن المواصفات ديالو ديال الانديه اللي سابقين اكثر. كيفاش كتم عمليه تاطير الوليدات داخل نادي رحال لكره القدم؟ حاليا اللي حنا تنتواجدوا نيت في مدرسه ديال نادي رحال لكره القدم، تيتم انها
مدرسة تربوية اجتماعية ثقافية، وفي نفس الوقت بحكم التجربة ديالنا في مجال التأطير ديال كرة القدم راه تنحاولوا نقبوا على الوليدات من هنايا من المدرسة اللي تنوجهوهم ونساعدوهم تقنيا بدنيا او لا تكتيكيا لانهم يتجهوا للفئات العمريه الصغرى اللي تتشارك في لا ليغ ولا في الانتير ليغ بالنسبه للمينيم كادي جونيور. وهذه المساعده اللي تنحاولوا اننا نعطيوها للاعبين الصغار ديال مدرسه كره القدم. والكاس كنا فزنا بها خارج ارض الوطن هي هذه في سانت اغنو في باريس 2003، هذه كان معنا فيها القاسمي ايوب اللي يلعب في الوداد وكيلعب دابا في الفتح، وهذه اخر كاس اللي فزنا بها هي ديال ميامي لي زيتازيني الولايات المتحده الامريكيه. فرنسا كاب دي فوت كنظن 2014 هذه هي اللي فيها اشرف داري، ها هو فيها اسماعيل المترجي اللي في الوداد، فيها بن محمود بن طيب اللي في الرجاء، فيها سما حمد الدغمي اللي في دوبا الحسن، وفيها هذا مستاكي. هشام، كيفاش جاتك الفكره باش تجيب الابناء ديالك لنادي الرحالي كرة القدم؟ انا الولاد ديالي مولوعين بكرة القدم، وهاد الفكره عندي من شحال هادي، وتسنيت الوقت اللي غيوصلوا 7 سنوات 8 سنوات وجبتهم النادي ديال الحي وديال هذاك الشيء والسمعه ديالو زوينه. وبالنسبه كنشكروا بعدا عبد الواحد والعائله ديالو، وحتى المؤطرين ناس طيبين وناس زوينين، وهذا الشيء اللي يمكن لي نقول لك. سي هشام، باعتبارك الاب، واش كتشوف ان ممارسه الرياضه ماشي بالضبط كره القدم اي نوع من الرياضه ما يقدرش ياثر على المسار الدراسي ديال الابناء؟ بالعكس، ما عمرها غتقدر تاثر على المسار ديال الدراسه الا عرفتي كيفاش تسير الوقت ديالك ديال الوليدات ما بين المدرسه وما بين الرياضه، فتا الرياضه شي راهي مهمه في حالها بحال الدراسه. لاله فاطمه، واش كتشوفي ان الممارسه ديال الرياضه بالنسبه للاطفال ما كتاثرش على المسار الدراسي ديالهم؟ كيفاش نتوما كتساعدوهم كاباء باش يحققوا الموازنه بين الرياضه والدراسه؟ انا بعدا من تجربتي الخاصه كنت كنلقى راحتي في الرياضه، منين تنعيا من القرايه تنمشي نرتاح في الرياضه، دونك منين كتريني تاخذ داك لوندورفين ولا داك المتعه كترجعك عاوتاني جو سي اشنا هي الرياضه واشنو الامكانيات اللي تتعطي البوست لو كور. دونك انا كلشي تيقول لي لا ولدك راه تتقوي ليه لي زاكتيفيتي ولدك تدير، واش اول بديل؟ تيقول لك نقضوا بلا بديل عقيم. مثلا منين تمشي دير للدار اش تيدير؟ تياخذ تليفون 2 ولا 3 في التليفون بزاف. اما تاثير الرياضه بالعكس الي بلوز ايبانوي، دابا تنحس به مرتاح، تنحس به غير تتوصل لوقيت هذا الكلوب. تيقول لي ماما، وتيبدا الا تعطلت بعدا تيتعصب تيقول لي ماما اون دو تيتخ لوغ في 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 لو كلوب. دونك لا، الرياضه عمر الرياضه ما كانت عائق لشي حاجه، بعدا الرياضه ديما رائعه والرياضه ديما تتعاون لا الناس الكبار لا الناس الصغار. يا ريت كون يكونوا دي كلوب هكا دون شاك اختي، يا ريت. سلام، انا اسمي الياس، عمري 9 سنوات، انا كنلعب مع رحالي لمدة 4 سنوات، وانا عزيز علي كرة وباغي نولي لاعب كرة القدم في المستقبل، ويا رب نوصل ان شاء الله. سلام، سميت عبد الله المايا، وانا كنبغي المدرسة، وجيت لفوت الكلوب رحال باش نولي جول، وفي المستقبل كنبغي نولي جول مشهور، وكنحاول ندير التوازن بين المدرسة والكلوب رحال، وشكرا. السلام عليكم، سميتي صهيب البهاز، كنلعب كرة القدم، عشية عزيزة عليا بزاف، وفي أوقات فاش كتكون عندنا الدراسة كما كنجي لهنا حتى كيكون عندي وقت الفراغ عاود كنجي، عسى المدرسة قبل من الكورة عشان ما أصل فرحة علموها لينا. السلام عليكم. أي طفل دخل إلا وكنديروا ليه الدوسي ديالو كومبلي باش كيكون لا في المدرسه ولا في النادي، كل شيء اي طفل الا وعندو الدوسي ميديكال ديالو باش كنحاولوا نتبعوا.